التطور. عندما نتحدث عن موقف الجزائر فإن الأمر يختلف تماما، فإن الأمر حقيقة يختلف تماما. من الجزائر أعلن الشهيد الراحل ياسر عرفات إعلان الاستقلال، ومن الجزائر قبل أيام وبمبادرة مباركة من السيد الرئيس عبد المجيد تبون تم عقد مؤتمر لم الشمل للفصائل الفلسطينية. الجزائر تأخذ خطوات عملية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. هذه مواقف شجاعة نقدرها ونثمنها للجزائر الشقيق، ونحن على ثقة أن هذا الخط الوطني الذي تمثله الجزائر وأشقاءنا العرب بالتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو الخط الذي سينتصر. لذلك باسم الشعب الفلسطيني أتوجه بالشكر للجزائر رئاسة وحكومة وشعبا على مواقفها الدائمة مع الشعب الفلسطيني. أعتقد أن من واجبنا كمجتمع مدني أن نرافق الدولة الجزائرية في مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وأعتقد أن بالأمس كانت رسالة السيد رئيس الجمهورية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني كوقفة تضامنية، ونحن كمجتمع مدني أننا نجسد هذه الوقفة من خلال حضور ممثلين كامل فعاليات المجتمع المدني.